وللحديث أكثر حول الموقف الأمريكي ويعني مختلف صياغاته التي ترد إلينا، ينضم إلينا من واشنطن دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية. دكتور سمير، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل ترى أن هناك تباين في التصريحات مؤخرا لدى الولايات المتحدة؟ إذا كنا نتحدث عن بعض التصريحات داخل الكونغرس الأمريكي، تقول في أن إسرائيل تستهدف المدنيين، وعلى النقيض واشنطن تخرج وتقول أنها لا ترى دليل بتعمد إسرائيل قتل المدنيين. سيدي، أولا تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. أتصور بأن هناك تخبط عميق ويعني يدعو إلى الأسف لهذا التخبط الإعلامي. هو فشل إعلامي أيضا يضاف إليه إلى الفشل الدبلوماسي. هذا التخبط وعملية انتقاء الكلمات لم تعد تسعف حتى أولئك الناطقين باسم البنتاغون أو الناطقين باسم مجلس الأمن القومي. في اعتقادي هذا الانحياز الواضح جدا في رأيي سيتحول إلى تحميل الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن أفعال إسرائيل، لأنها تدير الظهر ولأنها يعني. فنضرب مثال، حينما قالت بأن متسرعة في بعض الجوانب عن بعض الأعمال التي تمت في 7 من أكتوبر، لم تنتظر لا تحقيق ولا لجان ولا تقارير. وهنا الآن هناك آلاف أصبح من الشواهد من جهات حيادية، بعضها أمريكي أيضا، لا تأخذها بعين الاعتبار. هذا السلوك في رأيي أنا سيضر بالولايات المتحدة وبكل قضاياها المقبلة، والأهم من ذلك أنه يعني سيزيد من عزلتها. في اعتقادي أن إيقاف الهدنة هو عمل كان خاسر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك فشل حقيقي في هذه العملية بسبب عدم قدرتها على الضغط على إسرائيل بالشكل المناسب. من يطلع على المفاوضات يدرك بأن الجوانب التي تم إيقاف المفاوضات بذريعتها كانت جوانب تكتيكية، ومن هنا نستطيع القول بأن كان يمكن تجاوز ذلك، وكان يمكن أن يتم الضغط على إسرائيل لكي تتابع هذه المفاوضات وتستمر في عملية الهدنة. إسرائيل لم تعد مهتمة على الإطلاق بالإفراج عن الرهائن، وبالتالي في اعتقادي هي تندفع الآن في محاولة إنجاز أمر مستحيل، هو القضاء على 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 حماس. وفي رأيي هذا سيعني القضاء على غزة بكامل أهلها، وبالتالي في الوضع الراهن هناك مخاطر حقيقية باشتعال الإقليم. من يعرف الوضع تماما في جنوب لبنان يدرك بأن هناك تحضيرات كبيرة تجري من الطرفين، وهذا أمر خطير جدا. طيب، ماذا يعني هذا بالنسبة للأهداف الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الآن؟ باعتقادي لا تزال الإدارة الأمريكية تظن بأنها قادرة على ضبط سلوك الجميع، سواء بالضغط على إيران أو بالضغط اللطيف على إسرائيل أو ولكن هناك الحقيقة بعد فشل الولايات المتحدة في الاستمرار في هذه المفاوضات الهدنة، هناك توقف كامل للعملية الدبلوماسية، واعتقادي أن هذا خطر جدا ويدل على أن في هذه الحالة ستأخذ زمام مبادرة في المنطقة إيران وليست الولايات المتحدة يعني قبل الأمريكية. ما ندخل بموضوع إيران دكتور سمير، يعني هناك ضابط في وكالة المخابرات CIA يقول أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل بشأن الحرب في غزة يدور حول طريقة إدارتها وليست استمراريتها. نعم، الولايات المتحدة تريد أن تقول بذلك أنها توافق على القيام القوات الإسرائيلية بعمليات محورية على محاور محددة تقوم فيها بضربات محددة بناء على معلومات استخبارية محددة، وبالتالي تكون الضربات نوعية. عمليا ما تقوم به إسرائيل هو خبط عشواء، هو فشل حتى في احتلال شمال غزة، وبدأ في اعتقادنا أن الآن
ينتقل في بعض المناطق مقاتلو المقاتلين الفلسطينيين في الشمال الى اخذ زي ما مبادرة في بعض النقاط، وهذا امر ايضا يعني يثير تساؤل حول مدى قدرة اسرائيل على الانتصار. ولذلك في اعتقادي الولايات المتحدة تقول بانها تدعم إسرائيل لكي تنجح، ولكن شرط أن تكون طريق هذه العملية وطريقة ولكن التأثير دكتور سمير نوعية، وضعت وهناك افتقاد كبير نعم للأهداف وللمعلومات في اعتقادي، هناك ولكنها فشل بنفس الوقت معلوماتي لا وضعت يزال مستمرا. توقيت محدد كما ذكر اكونومست أن أمريكا وضعت توقيت محدد لانتهاء هذه الحرب، يعني أسابيع، حتى تتكلم في أسابيع وليست أشهر. حتى الأسابيع هي مدة طويلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ستعني مزيد يعني 10,000 20,000 آخر من الشهداء الفلسطينيين. هذه فاجعة إنسانية ودولية يعني، وهذا أمر أيضا سيزيد من أزمة الولايات المتحدة الأمريكية. والمهم هو إدارة الظهر للدبلوماسية العربية والإسلامية، ولإدارة الظهر لمجلس الأمن وشله بهذه الطريقة، بهدف يعني درء كل من يمكن أن يضع أو في زاوية السلوك الإسرائيلي المتعنت. هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي إما أن يتحول إلى تطور كبير في العملية العسكرية، ويتم بلا شك ستبقى هناك عمليات عسكرية ما تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى أن نصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن على أي حال لا يتم حتى الآن أي مؤشر، لا يوجد أي مؤشر على ضبط السلوك الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد بأن هناك التصريحات تتم، التسريبات تتم، وكأنها يعني إما أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على الضغط على إسرائيل، لا أظن ذلك. ولذلك هذا الفشل الإعلامي وهذا الفشل الدبلوماسي في اعتقادي هو مشكلة كبيرة. نعم، يعني ربما ما يحدث من استهداف وعدوان على الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت أصبح له انعكاسات على المستوى الإقليمي وحتى يهدد المصالح الأمريكية. ولكن أود أن يعني نأخذ هذه المقارنة، الولايات المتحدة تتهم إيران بمد الحوثيين بالسلاح ومن ثم تهديد حركة الملاحة العالمية، إذا من الذي يمد إسرائيل بالدعم العسكري الذي يتسبب في قتل المدنيين؟ نعم سيدي، يعني هناك مؤشر بأن الوضع يصبح خطيرا يوم بعد يوم، بأن الولايات المتحدة بعد أن كانت تحاول أن تستر على إيران دورها في عملية 7 أكتوبر، الآن انتقلت إلى مرحلة اتهامها. ويعني المعطيات التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بما ترتكبه إيران أو ما ترسله إيران من أسلحة أو من قدرات عسكرية للحوثيين ليست يعني كافية في رأيي أنا، فيما أخذت بالمعايير التي تطلبها الولايات المتحدة من أجل تأكيد مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وجرحهم بهذه الطريقة. أقصد بهذا الكلام أن الولايات المتحدة الآن حين تتهم هذا يعني تصعيدا، وأنا في رأيي هي تعرف أن في 7 أكتوبر كانت هناك مساهمة إيرانية واضحة جدا ولكنها سعت لإخفائها. الآن الذهاب للإعلان عنها يشير إلى أن الموضوع قد ينتقل ويصبح صراعا إقليميا ليس فقط ضد الحوثي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة بدعمها بأعين مغمضة عمليا بدون الكلام الذي يجري في الإعلام أو حتى في الكونغرس. شيء إيجابي جدا أن ما يجري بالكونغرس فيما يتعلق بتحول في المزاج ويجري الحديث لأول مرة بشكل أكثر إيجابية، ولا أقول بأنه يعني عادل أو منصف ولكنه أكثر إيجابية فيما يتعلق بالوضع الإنساني للفلسطينيين. ولكن بالمقابل هذا نحن نقترب يوما بعد يوم من حالة قد ينفجر فيها الوضع إقليميا